كشف مصدر أمني حقيقة تعرض فتاة للاختطاف تدعى إيمي بشارع المرغني أسفل كوبري المرغني بتقاطعه مع شارع الثورة في مصر الجديدة. وأوضح المصدر الأمني أنه بمراجعة الكاميرات بالمنطقة محل الواقعة تبين عدم صحة ما ادعته الفتاة، وبمواجهتها اعترفت أنها عقب انتهاء عملها قابلت أصدقاء لها، وبعد انتهاء المقابلة استقلت سيارة مايكروباص للتوجه لمسكنها بمنطقة الزيتون، وأثناء صعودها بالمايكروباص اصطدمت رأسها بالمايكروباص، وأثناء جلوسها داخل المايكروباص جاء على خاطرها وتولدت فكرة البوست التي قامت بنشره، وأنها قامت باقتباسه من على أحد الجروبات الخاص بالفتيات، وقامت بالتعديل على هذا البوست وقامت بنشره، وذلك بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة منذ 3 أشهر لوفاة والدها وبعد أصحابها وأقاربها عنها، وذلك لاستجداء تعاطفهم، معتقدة أن ذلك سيتم متابعته من أصدقائها فقط. ونشرت البوست ونامت، وعقب استيقاظها فوجئت بزيادة عدد المتابعين لها وللبوست.